من كسر أنف تمثال أبو الهول؟ سؤال عجيب يستحق التوقف عنده. من الذي شوه جمال هذا التمثال الضخم؟ الروايات تختلف حول الفاعل الحقيقي الذي قام بكسر أنف تمثال أبو الهول. هناك من يقول بأن الفاعل هو نابليون بونابارت، فيما يذهب آخرون إلى اتهام شخص متصوف بهذا العمل. طرف ثالث يقول إن السبب في ذلك لا هذا ولا ذاك، بل هي عوامل تعرية طبيعية أدت إلى انهيار أنفه. الروايات كثيرة، فأيها الأقرب إلى الصواب؟ تمثال أبو الهول يقع فوق هضبة على الضفة الغربية من النيل في الجيزة بمصر. إنه أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، طوله يبلغ حوالي 73.5 متر، من ضمنها 15 مترا طول رجليه الأماميتين، أما عرضه فيبلغ 19 متر تقريبا. أعلى ارتفاع له عن سطح الأرض حوالي 20 مترا إلى قمة الرأس، ويعتقد أن الفراعنة هم الذين قاموا ببنائه، وذلك في عهد الفرعون خفرع ما بين أعوام 2558 إلى 2532 قبل الميلاد. أبو الهول هو تمثال لمخلوق أسطوري يجسد أسداً برأس إنسان، وقد نحت من الحجر الكلسي. يقال إنه كان في الأصل مغطى بطبقة من الجص وملون، حيث لا تزال آثار الألوان الأصلية باقية في بعض جوانب أذنيه. التهمة الأساسية في كسر أنف أبو الهول وجهت إلى جيوش نابليون بونابارت، وقيل أن هذه الجريمة تمت عمداً أثناء الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، لكن هذه الروايات تم دحضها استناداً إلى معلومات المؤرخين الذين أكدوا أن الرسوم التي تركها المستكشف الأوروبي فريدريك لويس عام 1737 للتمثال كشفت أنه بلا أنف، بوضع مشابه لوضعه الحالي. إذن ليس الفرنسيون من فعلها. رواية أحد المؤرخين المصريين تزعم أن من خرب التمثال كان شخصا متصوفا يدعى محمد صائم الدهر، وعقوبة على فعلته تلك قام السكان المحليون في مصر بضربه حتى الموت. وقعت هذه الحادثة عام 1378 للميلاد. لكن رواية ثالثة للمقدسي تبرئ الشيخ المذكور من هذه الفعلة، حيث يقول في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: وثم صنم يزعمون أن الشيطان كان يدخله فيكلمه حتى كسر أنفه وشفتيه. المقدسي عاش قبل زمن الشيخ المذكور، مما قد يجعل الشيخ بريئا من هذه الفعلة. على كل حال، هناك آراء أخرى لتفسير ما وقع لأنف أبو الهول. يقال إن أبناء الملوك الفراعنة كانوا يتبارون على إصابة الأنف في مسابقات الرماية، ويقال أيضا أن لا هذا ولا ذاك هو السبب، وإنما عوامل التعرية الطبيعية قد تكون المسؤولة عن سقوط الأنف. فيما تقول إحدى الروايات العجيبة أن أبو الهول أساسا صمم بدون أنف. ما رأيك أنت؟ وأي رواية تعتبر أنها الأقرب إليك؟